السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو ان شاء الله. النهارده بقى زي ما شفتوا كده عندنا قلقاس، والقلقاس من الاكلات الشتويه، يعني نقول عليها ايه، لذيذه جدا. انا من الناس اللي بتعشق القلقاس. ما ينفعش الشتاء يعدي ابدا وما ناكلش قلقاس يا جماعه، ده الاكله الرسميه للشتاء. فالنهارده مش بس هنعمل القلقاس، او هنعمله كمان بطريقتين عشان نرضي جميع الاطراف، لان الموضوع ده عليه خلاف كبير جدا. في ناس تقول لك لا القلقاس بيتعمل بالصلصه، ناس تقول لا 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 هو القلقاس يعني خضره. فالنهارده هنرضيهم هما الاثنين ونعمل قلقاس بالسلق ونعمل قلقاس بالطماطم. كمان النهارده هنعرف ازاي نفرز القلقاس ونشيله في الفريزر علشان الناس اللي بتحبه زي كده يقدروا ياكلوه طول السنه. مش بس هنفرز القلقاس، لا ده احنا كمان هنفرز السلق، لان السلق من الحاجات اللي ما بتبقاش متوفره طول السنه. تمام؟ كمان هنعرف مع بعض النهارده فوائد القلقاس، وفوائد القلقاس كتيره. مش بس بنحبه علشان هو طعمه حلو، لا ده غني جدا بالفيتامينات والمعادن. وتعالوا بينا نشوف يلا مع بعض اخباره ايه وكمان فوائده ايه. القلقاس بيعتبر موطنه الاصلي شرق اسيا، جنوب شرق اسيا. كمان هناك بعض الاعتقادات بان القلقاس نشا في الهند وانتشر من الشرق لجنوب شرق اسيا، ومن شرق اسيا وجزر المحيط الهادي للغرب في مصر وشرق البحر الابيض المتوسط. فوائد القلقاس بقى، القلقاس بيعمل على تعزيز مناعه الجسم. سبحان الله، تحسوا ان كل حاجه ربنا خلقها لنا في الموسم بتاعها علشان ليها فوائد فعلا للتوقيت ده ولجسمنا. احنا في الوقت ده بنبقى محتاجين فعلا رفع للمناعه. كمان بيعمل على تعزيز صحه القلب، بيحسن صحه الجهاز الهضمي، بيساعد كمان في الوقايه من الاصابه بمرض السكري. يعمل كمان على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، بيقلل من خطر الإصابة بالأنيميا، وبيساعد على تقوية الأعصاب، كمان بيساهم في بناء العظام والأسنان، وبيحمي العيون وبيحسن النظر. كمان بيساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، وكمان بيساهم في إنقاص الوزن الزائد. الله، يعني ناكل قلقاس ونخس كمان. دي بعض من حاجات كتير لفوائد القلقاس. عايز اقول لكم فعلا من الاكلات اللذيذه جدا، وزي ما قلنا سبحان الله ربنا دايما بيدينا كل حاجه في الموسم بتاعها عشان تكون مفيده لجسمنا. فربنا يعني له الحمد وله الشكر على نعمه كتيره قوي. مش عايزين بقى الشباب والاطفال يقول لا احنا ما بنحبش القلقاس ومش عارف ايه، لا نحاول ناكل كده علشان يعني ايه ننتفع بالمميزات والفوائد الكتيره بتاعه القلقاس. قلنا فوائد القلقاس، ما تيجوا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا بقى ايه فريقين، فريق بيحب القلقاس بالخضره، فريق بيحب القلقاس بالطماطم، والنهارده هنرضي الاثنين. واكتبوا لنا على بيدج العزومه بتحبوا انهي نوع فيهم اكتر. تعالوا بينا بقى علشان نبدا، هنبدا باللي بالصلصه. تمام، تعالوا نشوف المقادير ونعرف مع بعض طريقه التحضير. عندنا بقى مقادير القلقاس بالصلصة، هيكون عبارة عن ايه؟ عندي كيلو، نص كيلو او كيلو على حسب بقى عدد افراد الاسرة، لحمة مسلوقة ومسلوقة سلقة كويسة. هنحتاج كمان كيلو من القلقاس الفريش المتقطع مكعبات وشوية كده، وهنقطع مع بعض ونشوف هنقشره ازاي ونقطعه ازاي. عندنا كمان بصلاية متوسطة مفرومة، خمس فصوص ثوم مفرومين، حوالي لتر من عصير الطماطم، سمنه، كوبايه ونص من الشوربه اللي سلقنا فيها اللحمه، معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير القلقاس بالصلصه النهارده. تعالوا بينا بقى يلا علشان نشتغل. نعم، عندنا النهارده هنشيل الخلاط مش محتاجينه دلوقتي عشان ايه نعرف نتعامل كده، وبعدين ايه نبقى نطلعه تاني. زي ما قلنا عندنا النهارده القلقاس بالطماطم. انا هشغل النار او شغلتها بالفعل على الحله. عندي سمنه وعندي بصل، هبتدي اخدهم ونروح بقى على الحله علشان نعمل تسبيكه. تسبيكه من بتاعه زمان. حط السمنة، بسم الله، ونحط
البصل ونحمر البصل. عايزين ندي البصل كده لون، مش هنسيبه فاتح عشان تسبيكة القلقاس تطلع كده غنية ولونها احمر. هحضر بقى التوم جنبي، عندي حوالي كده 5-6 فصوص كبار من التوم، هاخد منهم معلقة صغننة واسيب الباقي بس بعد ما البصل ياخد لون. عايزين نتكلم كمان على ازاي تنقي القلقاسة، يعني مش اي قلقاسة في السوق كده تروح تجيبيها وتيجي، الكلام ده هنتكلم عليه كله. ازاي ننقي القلقاس، ازاي نقشر القلقاس، ازاي نقطع القلقاس، كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله. بس نحط القلقاس على النار عشان يستوي، وبعدين نتكلم على الحاجات دي باستفاضة. الافضل ليكي وانت بتشتري القلقاس تشتري هي واحدة، يعني انا محتاجة انا اسرة كبيرة فهشتري قلقاسية كبيرة على بعضها، احنا اسرة صغيرة هشتري واحدة صغننة على بعضها. ليه بقى؟ علشان لو انا استخدمت في طبخة واحدة او في حلة واحدة 2 أو 3 من القلقاس، وارد جدا ان الثلاثة ما ياخدوش نفس التسوية، فعشان ياخدوا نفس التسوية هي واحدة بس، كبيرة للاسرة الكبيرة وصغيرة للاسرة الصغيرة. يعني دي كده تركة ايه من ضمن ايه انقي القلقاس ازاي. انا هحمر البصل، انا مش بعدتي بحمر البصل، يعني في العادي انا بحب احط الصلصه على البصل وهو يدوبك يدبل، بس النهارده علشان احنا عاملين بالصلصه القلقاس بقى عايزين كده الصلصه تبقى قويه شويه، فهنحمر البصله ونرجع لتسبيكه زمان. هستنى البصل ياخد اللون وبعدين ابتدي اديله فصين من الثوم اللي عندي المفروم علشان اديله تشويحه بسيطه. وعايزين نجهز كمان الطماطم معانا، ومحتاجه رشه سكر. اي حاجه بصلصه يا جماعه اوتوماتيك كده على طول نروح حاطين رشه سكر، لان الطماطم بطبيعتها حاده، حاده في الطعم شويه، فعلشان نقلل من الحموضه بتاعتها فبنحط رشه السكر. اولا بتظبط الطعم جدا جدا، بتخلي طعم الاكل نقول ايه الله ده الاكل مسكر، مش مسكر بمعنى ان انا حاطه معلقه كبيره سكر او شويه سكر، لا ده هي رشه السكر دي بتظبط الدنيا معانا شويه. بدأ البصل يلون وياخد لون ذهبي. اهم حاجة برضو وانت بتسبكي او انت بتعملي البصل بتاع التسبيكة، مش معنى ان احنا عايزين نحمره علشان ناخد لون مميز للصلصة ان انا احروقه، لا، البصل لازم يكون واخد لون ذهبي كده، ما يكونش مغمق، لان البصل لما بيغمق اللي بيحصل ايه؟ انه بيفضل غامق حتى بعد ما الاكل بيستوي، وتلاقي بقى قطع سودا كده في وسط الاكل بتبقى شكلها طبعا مش لطيف، وبيمرر الاكل كمان. فخلي بالك، هنحمر البصلايه شويه بس هنخليها لونها ذهبي مش بني. وناخد محمد على التليفون. يا محمد الو. ازيك يا شيف؟ الله يخليك، اهلا وسهلا. كنت عايز اعرف طريقه عمل عجينه الكريب. عجينه الكريب؟ اه. عيوني الاثنين، حاضر يا محمد. ليك اي اسئله تانية؟ ميرسي يا محمد نورتنا. ما شاء الله في شباب قاعدين بيتفرجوا علينا اهو والحمد لله. طيب احنا كده شغالين والبصله زي ما انتم واخدين بالكم كده بدات تاخد لون ذهبي فاتح. اول ما احس كده ان اللون بدا يدخل في الذهبي الغامق هحط بقى ايه التوم على طول. والكريب يا محمد من العجائن السهله جدا جدا ومقاديره بسيطه جدا جدا. هنحتاج كوبايه دقيق، كوبايه وربع من الميه، احط بيضايه واحده، احط رشه ملح، احط رشه سكر، ولو انا هعمله حادق بس فاحط رشه فلفل اسود، لو انا هعمله حلو بس فاحط رشه فانيليا، لو انا هعمله للاثنين همشي العجينه كده وكده فاحط معلقه خل ولا فلفل ولا فانيليا، تمام؟ طيب كده البصلايه حلوه قوي قوي، بصوا معايا بقى كده اللون ده التوقيت المناسب ان انا احط بقى ايه حته ثوم مفرومه واديها تقليبه واستنى بقى اشم ريحه الثوم تطلع. يلا بينا، بصوا هايل
اللون ده حلو قوي، هيديني تسبيكه مميزه وفي نفس الوقت مش هحس ان انا عامله البصل قوي فمرر وبشوفه ماشي كده في الاكل لونه اسود، لا مفيش الكلام ده خالص. تعالوا بينا نحط يلا الطماطم. من الحاجات برضو اللي تخلي بالك منها وانت بتفرمي الطماطم، حاولي تفرميها باقل نسبه ميه. بمعنى ايه؟ ان انا احط شويه ميه صغيرين جدا جدا واضرب طماطمتين اتنين بس لغايه ما يتفرموا، وبعدين احط بقيه الطماطم واضربها في الخلاط. ده هيخلي وقت تسبيك الطماطم على النار اقل. تمام، بدل ما نسيب بقى ومشغلين غاز والكلام ده كله فتره طويله عشان يبخر لي كل السوائل اللي موجوده في الطماطم، لا انا بقلل التوقيت ده بان انا اقل نسبه ميه. تمام، علشان الطماطم هنا تتسبك معايا بسرعه. عفوا. خلاص كده احنا بنسبك الطماطم، وعشان نساعدها ان هي تتسبك كمان اسرع فبحط لها الملح، وزي ما قلت لكم نحط لها كمان رشه السكر. اعملي حسابك ان احنا عندنا شوربه هنحطها فنكفي على كده الملح. هسيبها بقى على نار عاليه تغلي كده كويس قوي، بعدين هدي عليها النار لغايه ما تتسبك تماما. ده كده احنا شغالين في القلقاس اللي بالصلصه. نشتغل في القلقاس بالخضره ولا حابين نطلع فاصل؟ طيب تمام، تعالوا بينا بقى نطلع فاصل كده صغير ونرجع لكم على طول. تكون الطماطم بدأت تتسبك علشان نشوف هنعمل فيها ايه، ونعمل كمان القلقاس بالخضره ونقول كل التفاصيل اللي انا قلت لكم هنقولها لكم. يلا بينا فاصل صغير خالص وراجعين على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني وكنا بنسبك للطماطم او بنسبك الطماطم للقلقاس اللي بالصلصه على النار. تمام، بعد ما ادينا للبصل تحميره كده حلوه ونزلنا عليه بمعلقه صغيره من الثوم المفروم، حطينا الطماطم اللي احنا فرمنها بشويه ميه صغيرين جدا وضفنا ملح. تعالوا نحط بقى رشه سكر، زي ما قلت لكم اساسي معانا السكر. وعلشان الناس بتقول شيف هو كل اكله تحط فيها سكر؟ صدقوني بتفرق جدا، ومش مؤثره تاثير كبير في طعم السكر، انك انت تحسي ان الحاجه محطوط لها سكر مطلقا، بس هتحسي ان الاكل طعمه حلو قوي وبيفرق جدا. فبصوا رشه سكر بسيطه خالص، المعلقه دي عايزه اقول لكم معلقه يعني صغيره جدا، اصغر من العاديه بتاعتنا اللي هي بتاعه الشاي، بصوا حتى فلات خالص اهي. فالرشه دي هتفرق جدا معانا خصوصا في الحاجات اللي فيها صلصه. تمام، بدات الطماطم تدخل في التسبيك كده، فهحط لها اللحمه واخلي اللحمه في التسبيكه دي علشان اللحمه تتشرب منها ويبقى طعمها حلو. انا هاخد نص كميه اللحمه واسيب النص للقلقاس التاني اللي بالخضره. ونخلي بقى التسبيكه تكمل، هغطي عليها قرب كده ما بتبتدي تنشف بتلاقيها بتمطر وتبهدل البوتاجاز، فغطي بس واربي شويه بحيث انك تخرجي البخار الزايد وفي نفس الوقت تتسبك معانا وبدون ما تبهدل الدنيا. تعالوا بينا بقى نتكلم عن القلقاس اللي بالخضره. احنا كده شغالين في القلقاس اللي بالصلصه برضو عشان يلحق يطلع معانا ويستوي. تعالوا نشتغل فيه ونشوف مقاديره وطريقه تحضيره. عندنا نص كيلو من اللحمه. تمام، هنحتاج كيلو قلقاس متقطع طبعا وزي الفل،
حزمه من السلق. والناس اللي بتستغرب هو القلقاس بيتحط له سلق مش كزبره بس؟ اه طبعا بيتحط له سلق، والسلق كمان مفيد، احنا بنضيفه بيدي لون اخضر لذيذ جدا، وكمان غني بالفيتامينات، فاستكمالا للكم الهائل من الفوائد فبنضيف السلق. تمام، عندنا كمان حزمة أو اتنين كزبرة على حسب حجم الحزمة، لأن أحيانا بنشتري الحزمة تبقى رفيعة جدا ما فيهاش حاجة، فحزمة أو اتنين أو تلاتة على حسب حجم حزمة الكزبرة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، شوربة اللحمة اللي احنا سلقينها، نص كوباية مية، معلقتين كبار سمنة، وكزبرة ناشفة، ملح وفلفل أسود. ممكن كمان نضيف مكعب مرقة عشان نعزز بيها طعم الشوربة. اما لو الشوربه بتاعتنا، وده طبعا في القلقاس بيفضل جدا تكون شوربه كده محترمه، لحمه كده تكون شوربتها غنيه، تكون فيها حتتين ملبسين كده عشان يدونا شوربه طعمها حلو، او عظم كمان هيخلي طعمها حلو جدا، او نعملها على شوربه بط او فراخ، يعني اللي متاح عندنا. فتعالوا بينا بقى يلا نشتغل. حله على النار هبتدي اخد فيها الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود من هنا شوية. خلاص حطينا الشوربة، والشوربة دي تمام. لا التوم ده معلش يا جماعة فرمهولي، يعني دقوه أحسن. أنا دايما بحب التوم اللي بيتعمل للطشة، أي طشة توم لازم تدقي التوم، فرق جدا على ما بيكون متقطع بالسكينة، تمام، في الطعم وفي الشكل كمان. يعني المدوق ده خلاص بيتلاشى كده في الأكلة، بيديك الطعم اللي انت عايزاه وبيتلاشى. أما اللي بتقطع بالسكينة ده فتلاقيه كده في حتت كده ماشية على الأكل، بيبقى شكلها مش لطيف، فدايما ندق التوم وبيبقى طعمه أحلى. طيب أنا كده حطيت الشوربة على النار، ولو الشوربة بتاعتي ناقصة ملح بديها ملح، رشة فلفل، اغطي علشان تغلي، ونكلم ملك. يا ملك الو. الو، ازيك يا ملك؟ اهلا، الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا روحي، منوراني. شكرا حبيبتي، اتفضلي. عايزه اسال على قولي لي انا معاكي. على البيتزا. البيتزا، حاضر، عينيا يا ملك، انت نورتيني يا روح قلبي. انت بتحب البيتزا يا ملك؟ ملك قفلت. طيب تعالوا بينا بقى، احنا زي ما قلت لكم حطينا الشوربه على النار. لو الشوربه بتاعتي زي ما قلت لكم كده دسمه وطعمها تمام وزي الفل، فانا مش محتاجه احط حاجه تاني. حسيت ان الشوربه يعني خفيفه شويه، طعمها مش قوي قوي، فمكعب مرقه هيظبط الدنيا. هضيف مع الشوربه اللحمه المسلوقه. طبعا كل ما كانت اللحمه حلوه ونكهناها بالبصل والجزر والطماطم، فصين ثوم وعود كرفس، ورق اللورا والحبهان والمستكه، الملح والفلفل، كل الحاجات دي طبعا بتخلي الشوربه لذيذه جدا. هستنى بقى الشوربه دي تغلي، مش هحط القلقاس غير لما الشوربه تغلي. تمام، وتعالوا نبص بص اخبار الصلصه ايه. بسم الله، هايل، بدأت تتسبك والدنيا تمام، وزي ما انتم شايفين كده عماله تنطر، فانا مستنيه بس ايه يظهر لي السمنه اللي انا حطيتها في البدايه تظهر على وش الصلصه كده، تبقى خلاص اتسبكت. ابتدي اضيف بقى ايه الشوربه، واضيف القلقاس علشان يستوي في التسبيكه الحلوه اللي احنا عاملينها. تعالوا في الوقت ده نبتدي نفرم مع بعض السلق. والسلق بنجيبه بقى تمام، بيبقى له ساق طويلة، فبحاول كده اخد الورق بس واسيب الساق. ليه؟ علشان الساق دي بتبقى مررة شوية، واحنا عايزين ما يبقاش فيه حاجة مرة في الاكل، فباخد الورق فقط من السلق. عافية شوية، مش عايز تلبس. تعالوا بينا بقى، بصوا ادي السلق بعد التنظيف، وهنشوف دلوقتي مع بعض برضو شلنا الساق ازاي. المهم ما فيهوش الساق خالص، اهو ورق بس. تمام بالشكل ده، والساق متشالة منه تماما. طيب غسلنا طبعا غسلة محترمة جدا. الكزبرة بقى مفيش مشكلة،
بغسلها كويس، بقطع اول حته اللي هي من الساق من فوق، وبعد كده بخرطه عادي قوي. اهم حاجه يتغسل غسله كويسه برضو. تمام، هاخدهم الاثنين واحطهم في الكبه او في الخلاط علشان افرمهم فرما ناعما. ودي طريقه بقى سهله. كانوا زمان بيعملوا ايه؟ كانوا زمان بيخرطوهم وبعدين يحمروهم وبعد التحمير يدقوه تاني في الهون، فكان الموضوع يعني الى حد ما صعب شويه. بما اننا بقى الحمد لله ربنا يسرها لنا وعندنا كبه وعندنا خلاط فهنتعامل بيه، هجيب بس شويه ميه ونضرب الكلام ده كله مع بعض. احنا خلاص فرمنا الخضرة، محتاجين ان احنا نصفيها عشان اخد الالياف لوحدها والمية الخضرة دي لوحدها. عايزة بس قبل ما اطلع فاصل على طول، احنا هنفضي ده. تمام، قبل ما اطلع فاصل هحط القلقاس على التسبيكة اللي احنا عاملينها واحط له الشوربة واسيبه بقى علشان يستوي مع اللحمه وفي الصلصه عشان ناخد بقى شويه قلقاس اخر جمال. دلوقتي بقى نقدر نطلع فاصل صغير خالص على ما القلقاس ده يبتدي يغلي ويستوي، وعلى ما كمان الخضره بتاعتنا تتصفى وناخد الميه الخضره لوحدها والالياف لوحدها ونشوف هنعمل بيها ايه. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيه. رجعنا لكم تاني، والقلقاس اللي بالصلصه شغال بقى، القلقاس بيستوي واللحمه بتستوي بتكمل تسويتها في الصوص الخطير اللي احنا عاملينه، وعلى نار هاديه بقى ومغطيين علشان كله يستوي. تمام، هنا بقى الشوربه غليت، اللهم ما رضيتش احط خالص القلقاس غير لما ترجعوا لي. ادي القلقاس تمام متقطع وزي الفل، احطه في الشوربه اللي معاها اللحمه. بسم الله، نسيب بقى القلقاس في الشوربة علشان يستوي برضو. الفترة دي القلقاس صراحة مش بياخد وقت خالص في التسوية، خصوصا لما بتنقيه كويس، وهقولك ازاي ما بياخدش وقت خالص. كده فاضل عندنا للقلقاس اللي بالخضرة ان انا اضيف له المية اللي نزلت دي، شايفين كده، دي الخضرة اللي احنا ضربناها مع بعض في الكبة او في الخلاط اللي متوفر عندي. تمام، وبحاول اصفيها قدر الاستطاعه من الميه، مش عايزه فيها سوائل خالص اهو بالشكل ده. الميه دي بقى هبتدي احطها بس بعد ما القلقاس يدخل في التسويه بتاعته. وعلى ما ده يحصل تعالوا نعمل حاجات تانيه برضو مهمه جدا. هراعي بقى ان ايه الخضره ما تلمسش الميه تاني عشان الميه ما تخشش تاني ليها، فهجيب طبق او بوله تانيه كده نحط فيها المصفى ونخلي بقى الميه الخضره دي هنحتاجها دلوقتي. تعالوا بينا يلا نشوف هنعمل ايه في تفريز القلقاس والسلق. زي ما اتفقنا ان السلق من الحاجات اولا مفيده، ثانيا بتدي لون حلو قوي للقلقاس بالخضره، فعلشان افرزه ويفضل معايا طول السنه هنحتاج ايه بقى؟ هنجيب القلقاس تمام،
نغسله ورقه ورقه كده. تمام، انا عملت لكم محشي كان خطير. تمام، فهبتدي اخد برضو الاوراق بس، والساق هنتخلص منها ازاي بقى؟ باجي هنا من عند اول ما تكون الساق بدات تتخن شويه اهو من نصها كده، وابتدي ايه امسك كده واشدها وكده، اكون تخلصت من الساق واخدت الورق بالشكل ده. نحضر فوطه جنبنا او مناديل مطبخ. طبعا احنا غاسلين السلق كويس. تمام، فهحضر منديل مطبخ بالشكل ده وابتدي احط عليه ورق السلق. يلا، وعلى طول بقى كده اهو، ولا اسهل من كده. طب ليه انا حطيت فوطه نظيفه او مناديل مطبخ؟ علشان نمتص بيها اي ميه مكان غسيل السلق. ليه؟ علشان لما افرزه في الفريزر التلج او الميه اللي بتبقى موجوده فيه مع التفريز بتتحول لتلج، والتلج ده بيخليه ياكل الورق ويغير لي منه. تمام، علشان كده راعي انك انت هتفرزي ورق عنب، هتفرزي ورق سلق، اي ورقيات لازم تتخلصي تماما من ميه الغسل. اعتقد بقى ولا اسهل من كده. اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا مش هعمل فيه اي حاجه خالص غير اللي انا عملته ده، ان انا اغسل واخد الورق وانشف علشان ابتدي اوزعهم في اكياس على حسب الاحتياج. يعني الكميه اللي انا محتاجاها احطها في كيس لوحدها، عشان لما احتاجها اطلعها على طول احطها في الخلاط زي ما احنا عملنا كده مع الكزبره الفريش الخضراء، واضربهم في الخلاط واشتغل بيه عادي جدا، فيبقى معاكي السلق طول السنه زي الفل. خلصت الكميه اللي قدامي اهو بقى كده، ابتدي انشف كويس جدا. حلو قوي. بعد كده خلاص نشفت من الميه تمام التمام، تعالوا بينا بقى نجيب اكياس صغيره زي ما قلت لكم على قد الاحتياج، الكميه اللي انا بحتاجها. اهم حاجه كمان ان احنا نفرغ منها الهواء، من اساسيات الحفظ دايما تفريغ الهواء من الحاجه اللي انا عايزه احفظها. حط بقى كده تمام، ابتدي اضغط، هقفل نص الكيس واسيب فتحه صغيره تمام اخرج منها الهواء اللي انا حاطه فيها صباعي دي اهو مفتوحه، الباقي كله اتقفل. فهعمل كده كده، وفي الاخر بروح مكمله قفل. وبكده يكون بصوا الكيس عامل ازاي، متفرغ تماما من الهواء. بصوا كده كيس فاضي خالص من الهواء، تمام، فاضي خالص من الميه، يقعد معاكي من السنه للسنه زي الفل. وبكده نكون عرفنا تفريز السلق، مفيش اسهل من كده. انا هبقى اكمل دول، اهم حاجه عرفنا الطريقه بالظبط وعرفنا ازاي نشيله، وطريقه بسيطه جدا، بس الحاجات الصغيره اللي احنا قلناها بتفرق جدا جدا. طيب نيجي بقى للقلقاس، عايزه بس اطمن على القلقاس اخباره ايه، عشان خلي بالك ان هو بيستوي بسرعه، فما تنسوش على النار فتلاقيه تهرى وبقى مش حلو. عايزين كده كل مكعب يفضل زي ما هو. لسه شويه وهنا لسه هيغلي، فنسيبه برضو يستوي براحته. تعالوا بينا بقى نشتغل مع بعض ونقول ازاي نختار القلقاس. انا نازله السوق وعايزه اشتري النهارده قلقاس. زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، افضل حاجه ان انا اشتري هي قلقاسايه واحده، مش عدد من الوحدات. حتى لما اجي اخزن، خلي بالك وانت جايه تخزني برضو قطعي كل قلقاسايه على حده،
يعني كل قلقاسية كده قشريها وقطعيها وحطيها في طبق لوحدها، بحيث انك انت لما تيجي تحطيها في كيس ما تعمليش كوكتيل، ما تعمليش كام قلقاسية تقلبيهم على بعض وتبتدي تعبي في اكياس. خلي بالكوا لان كل واحده وقت سواها غير الثانيه، تمام؟ فلما تيجي عشان تفرزي هتختاري القلقاسية اللي انت هتعمليها، تقشريها وتخرطيها وتحطيها في طبق لوحدها عشان بعد كده تيجي تحطيها في كيس لوحدها وتاخدي تسويه متساويه. طيب النهارده احنا هنختار قلقاس، اختاره ازاي؟ تعالوا بينا. انا هنا بس معلش هقرب دي مني شويه، وبنشكر مهاب على الرصه الحلوه دي. هناخد دي. لما اجي اختار او دي برضو، بصوا كده، لما اجي اختار القلقاسايه المدوره، شايفينها مدوره ازاي؟ بصوا عامله ازاي؟ ما شاء الله. مش مسحوبه، لا مدوره بالشكل ده. لما اجي للعنق بتاعها او راسها هتلاقوها مديه على لون بينك، باين معانا خالص اهو، بصوا اللون البينك تحفه. هتلاحظي فيها بروز كده، بصوا تلاقوا كده ايه، بصوا حتت كده بارزه اهي. وكالعاده عشان اي انثى في الدنيا هي احلى حاجه في الدنيا، فدي بتبقى القلقاسايه الانثى، هتلاقوها بالشكل اللي انا واخده اللون البينك، واخده البروز اللي طالعه دي، الدوران ده، فعشان كده بتبقى مسكره ولذيذه كعاده اي انثى. دي حاجه معروفه. التانيين لا، هو كلهم بصراحه متنقيين على الفرازه، يعني اللي اشترى النهارده نقول له ميرسي بجد. تعالوا بينا ناخد دي بقى علشان نبتدي نقطعها. بصراحة يا مهاب الرصة خطيرة، عجباني جدا. جبتولي سكينة حامية؟ قلقاس يعني سكينة حامية، يعني ما ينفعش أعمله بسكينة باردة لأنها هتبهدلني وتبهدل القلقاس. خلاص؟ طيب نيجي بقى للسؤال اللي عليه جدال كبير جدا جدا. هو القلقاس بيتغسل ولا لأ؟ أنا عن نفسي ما بغسلوش. بس هقول لكم في حالات معينة ممكن أضطر إن أنا أغسله. وأقول لكم برضه هغسله إزاي. في العادة القلقاس مش بيتغسل، اللي بنعمله ان احنا بنجيب البلانشة بتاعتنا، بناخد القلقاسية بتاعتنا ونبتدي نقشرها. اكيد مكان ما هنقشرها هيبقى فيه، لان هي بتحتوي كده على شعيرات والياف كده خارجية ممكن تيجي على القلقاس من جوه. في الحالة دي طبعا بنعمل ايه؟ فوطة نظيفة، تمام؟ برضو دخلوها لي، فوطة نظيفة مبلولة ومعصورة، وده اللي هنعمله دلوقتي، ونروح ماسكين القلقاسية كلها منظفينها ومسحينها كده بقت فله. هنضف البلانشه ونضف السكينه بحيث ان كل حاجه معايا بقت خلاص نظيفه وتمام التمام، هقطع واسوي. طيب انا حد عنده مشكله في النظافه، ما عجبنيش موضوع الفوطه وحسيت ان هي لسه فيها شعيرات وانا متضايقه منها، اغسلها؟ ممكن تغسليها بس وهي سليمه قبل ما تقطعيها، اغسليها وهي سليمه بسرعة بسرعة، وامسكيها في فوطة ناشفة تماما، نشفيها ما تخليش عليها الهواء عشان تعرفي تقطعيها بعد كده ما تزحلقش منك، بس كده وهتاخدي بقى نتيجة زي الفل. أنا عايزة الفوطة وعايزة السكينة. القلقاس غلي أهو، نبص عليه بصة. هايل. يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نمسك القلقاسية، هاخد الراس بتاعتها ونقطعها بالشكل ده. عايزة كمان حتة كده، عرفت اقعدها تمام. برضو هنا هناخد كده جزء تمام، وبعدين بقى امسكها بالشكل ده وانزل على تحت كده. مفيش اسهل من كده، اهم حاجه قطعي البلانشه عشان ايديكي. هنيجي فوق هنا ولو حسينا ان لسه فيه اجزاء ما تقشرتش نقشرها. زي ما قلت لك السكينه الحاميه يا سلام تخلص معاكي كده ايه في ثواني. حطيناها
حضرتوا لي بقى الفوطه؟ حضرتوها، شاطرين. طيب هعمل دلوقتي ايه؟ خلاص هي اتقشرت اهي وبقت فله، بس طبعا فيها شوائب زي ما قلنا مكان التقشير. طيب هعمل كده وابتدي اخد الحاجات كلها اللي انا طلعتها دي افضيها في الباسكت. واجيب الفوطه، واجيب منديل نظيف بقى او فوطه تانيه مبلوله نظيفه، بحيث ان انا انضف بيها البلانشه والسكين عشان لما اشتغل الدنيا تبقى تمام. طبعا لو هغسل يبقى هغسل وانشف السكينه والبلانشه، ده في البيت اللي انا بعمله، بغسل البلانشه انشفها واغسل السكينه وانشفها. وادي معانا القلقاسيه، فوطه نظيفه وابتدي بقى ايه انضفها، بتبقى فله والله ما محتاجه اي حاجه بعد كده. عايزه تعيدي الكره تاني يعني تشطفي الفوطه تاني وتعمليها تاني، بس اهم حاجه الفوطه معصوره ما فيش ولا نقطه ميه كده. قمر فله. يلا بينا نبتدي ناخد بقى السكينه علشان نقطع شرايح الاول، وبعد كده من الشرايح دي هنعمل ايه؟ هنعمل مربعات. بسم الله. دي شرايح، نعمل بقى صوابع، ومن الصوابع مكعبات. ولا أسهل من كده صح؟ نقطع واحدة كمان. حاولي توزيني إيدك بقى عشان تكون كل مكعب قد التاني. أعتقد كده لو أي حد أول مرة يجرب يعمل القلقاس هيظبطه وهيعرف يقشره، عارف كل الأسرار بتاعته علشان يطلع معاه 10 على 10 زي الفل. تعالوا بينا بقى نرجع للقلقاس بتاعنا. احنا عايزين نحط ميه على النار تغلي علشان نبدا ان احنا نشيل القلقاس. في طريقتين للقلقاس والاتنين حلوين قوي وسهلين قوي، اللي انا بفضلها بصراحه اللي هي الطريقه الجافه. انا ما بنزلش القلقاس في ميه، ولا ميه ولا عصير ليمون ولا الكلام ده كله، هو القلقاس زي ما هو كده. بسم الله. بالكميه اللي انا عايزه اشيلها، كل واحد طبعا زي ما قلنا هي قلقاسايه بتتعمل على بعضها على حسب الحجم اللي انا عايزاه والكميه اللي انا عايزاها. قلقاسايه على بعضها بالشكل ده اخلص تقطيعها واعبيها في كيس افرغ الهواء واشيلها في الفريزر. مثلا دي قلقاسايه معانا اهي، عشان دي لسه هنكمل تقطيعها. بعد ما خلصتها ابتدي ايه احطها في الكيس نفس الطريقة. الأول بحاول كده إيه أظبطها في الكيس، بقفل 3/4 الكيس وأسيب هنا جزء كده مفتوح وأبتدي أفضي المية الهواء. بصوا تاني أي هواء، وبعدين بكمل قفل وبكده يبقى. بصوا كل ما شلتي الهواء اكتر من الكيس كل ما بيحفظ لفتره اطول. تمام اهو زي الفل، يعني عاملين شغل بقى ايه عالي جدا. ودي طريقه تفريز القلقاس. حد تاني عايز يعمله بطريقه احنا كنا بنعمله زمان، ايه ان احنا نغلي ميه، الميه دي بنحط فيها عصير ليمونه كبيره وتغلي، ننزل القلقاس 3 دقايق ونرفعه تحت ميه جاريه ساقعه علشان يبرد ونبتدي نحطه. بس ان القلقاس يطوله ميه دي برضو مش حاجه لطيفه، فدي افضل طريقه وسهله وبسيطه وهتعملي الكميه اللي انت عايزاها. اعتقد كده ان احنا كفينا ووفينا النهارده في موضوع القلقاس وتفريزه وتقطيعه وتنظيفه، وقلنا كل الاسئله اللي بتدور في دماغنا كلنا. القلقاس ده قرب يدخل في السوى، اللي هو القلقاس اللي بالخضره، احنا كنا حاطين شوربه واللحمه بس ونزلنا عليهم القلقاس وبدا يدخل في التسويه. هبتدي احط له
ميه الخضره دي اللي هتديله اللون الاخضر الجميل. ونخليه بقى يكمل تسويته ونطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعديه نعمل الطشه للقلقاس اللي بالصلصه والطشه للقلقاس الاخضر، وهتروحوا في اي حته مستنيكم. رجعنا لكم تاني، ويلا بقى ومكملين مع بعض نبتدي نعمل الطشه للقلقاس اللي بالخضره والقلقاس اللي بالصلصه. تعالوا نحط طاسه على النار بقى علشان نعمل للي بالصلصه الاول. ونحط معلقه سمنه كده محترمه. ونسيبها تسيح علشان نعمل فيها الطشه. ونبص كده مع بعض على على القلقاس استوى ولا لا. ناخد كده قطعه ونشوف كده. يا سلام، خلاص الحمد لله استوى تمام. اهم حاجه بقى ايه لما تيجي تطفي عليه ما تطفيش عليه وهو مستوي قوي، خلي فيه كده تركايه بسيطه او تكايه بسيطه. ليه بقى؟ الدنيا ساقعه بيبرد بسرعه، كل شويه عايز يسخن علشان اكل، فالتسخينه دي تكمل تسويته تمام. فنطفي عليه كده وهو ايه لسه شويه. هحضر بقى طبق الغرف. احنا كنا عايزين اندرلاين يا جماعه. نجيب ده ونجيب التاني كمان. حاولوا تلاقوا لي بقى اندرلاين عندكم. ما علينا ما علينا. بنجهز كده حاجاتنا علشان نعمل الطشات ونقدم على طول. مش مشكلة ده بقى اندرلاين. يلا طيب تعالوا بينا بقى نشيل ده كده من على النار، هنقله هنا على العين الصغيره دي شويه عشان هنا هعمل الطشه بقى بتاعه القلقاس اللي بالخضره. يلا بينا. هحط الطاسه ونحط بقى فيها ايه معلقه سمنه محترمه. ممكن معلقه كبيره شويه. خلاص يا ريهام، خلاص يا ريهام هنقللها شويه. بس خلي بالكم ان احنا في القلقاس اللي بالخضره ما حطناش اي دهون خالص من البدايه، يعني هي دي اللي هتكون بتاعت كله، خاصه بقى ان الخضره بتحب تتعمل في يعني سمنه كتير. طيب ايه ده؟ منور يا استاذ. الله يخليك. طيب حاضر، ده على حلقتك ده. خالص هحط هنا دي طشه القلقاس اللي بالصلصه. حطيت الثوم، حطينا الثوم المهروس، واول ما الاقيه ابتدى ياخد اللون الذهبي الفاتح خالص هبتدي ادي بقى ايه رشه من الكزبره الناشفه.
ما تنسيش تعودنا ان احنا واحنا بنعمل الثوم نديله رشه ملح، خاصه لو انا مش دقاه في الهون وحاطه له ملح، بتظهر جدا جدا الريحه والطعم بتاع الثوم. واول ما الاقي كده اللون بقى ذهبي مش غامق، ابتدي بقى اخد الطشه الحلوه دي ونروح على الحله نطشها فيها على طول. الناحيه التانيه بقى عندنا السمنه، هحط فيها الخضره ونحط فيها الثوم، ونلم بقى الجيران من الريحه الحلوه. بصوا نخليها بقى لغايه ما نلاقيها استوت واتحمرت وقرمشت. حلو قوي قوي اللون ده، بصوا كده معايا التوم لونه خطير، اوعي تغمقيه عن كده. طشه حلوه اهي، بصوا اللون بسرعه، ايوه حلو قوي اللون الذهبي ده. جري ناخدها وعلى القلقاس اللي بالصلصه، وبسم الله الرحمن الرحيم. يلا هوب، مين عايزين ناخدها اقرب حاجه؟ خلينا كده، يلا يلا ما شاء الله. ننزل بقى كده، احلى حاجه بقى نكون محضرين ايه، معلقه كبيره، مغرفه، وناخد كده عشان ننزل كل اللي في الطاسه. وبالهنا والشفا ما شاء الله، تحفه، كل حاجه زي الفل. كده خلاص نرفع من على النار، القلقاس بقى جاهز معانا للتقديم. تعالوا بينا نقلب بس التقليه بتاعت الخضره مع الثوم. لا 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 لا، انا مش من هواة الشهقة مطلقا، لا على ملوخية ولا على تقلية. احنا نقول بسم الله ويطلع احلى اكل في الدنيا. سيبك انت من الكلام ده. يلا بينا. لا الريحة تجنن، والشكل كمان. شوية رز، فين الرز؟ ضحكتوا عليا وقلتوا لي عاملين لك رز؟ بجد؟ طب يلا بينا. حاضر، عينيا الاتنين. اعتقد النهارده احنا كفينا ووفينا، يعني ادينا للقلقاس بعض من حقه بصراحه، من الاكلات المهدور حقها خصوصا مع الجيل الجديد. تقل، عيب عليك. طبعا يعني اللحمة دي أساسي تظهر كده وتبان. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده حلو قوي. اسمحوا لي بقى ننظف دنيتنا ونقلب خضرتنا. فاضل معانا في التقلية دي شوية كزبرة ناشفة، هنحطهم طبعا زي ما تعودنا كده قرب الآخر، عشان الكزبرة بتبقى لونها ذهبي وبتغمق معايا، فأنا تخيل كده إن خلاص اللون بقى تمام. فلا خليها دايما في الآخر لغاية ما تاخدي اللون المظبوط بتاع التوم، وكمان هي عشان ما تتحرقش وتمرر مننا، خلي التوم ياخد لونه كويس الأول وبعد كده ابتدي ضيفيها براحتك. بسم الله، اعتقد كده بقى طبق ايه، تحفه جدا. نقلب. اعرف منين بقى ان الخضره دي خلاص استوت واتحمرت والدنيا تمام؟ ما ننساش بس رشه الملح،
لما الاقي التوم احمر يبقى كده الدنيا تمام. ليه بقى؟ طول ما الخضره ما نشفتش مش هتتحمر، واول ما الخضره تنشف خلاص كمان التوم هيتحمر، لان طول ما فيها ميه بتخلي التوم ما يتحمرش بسهوله. طول ما في سوائل عامه في الطاسه مش هتتحمر الحاجه اللي فيها، اول ما هتلاقيها ابتدت تتحمر يبقى هي كده نشفت من ميتها، التوم هيتحمر، خلاص اعرف ان هي كده تمام. حاضر، خلاص احنا دقيقه، احنا دقيقه ونحط الطشه ونتوكل على الله. بس من فضلكم هاتوا لي شويه رز هنا. يلا احنا ممكن نشيل بقى الحله دي خالص من هنا، نلقي نظره كده على القلقاس بتاعنا كده تمام واستوى والدنيا زي الفل. فاضل ياخد طشته ونقدمه. يلا بينا ننزل بقى الكزبره الناشفه، تاخد تقلبتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حضر بقى مغرفه. ما شاء الله كده بقى اللون خطير. تمام يلا بينا جاهزين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ كمان مرة. زي الفل. شايفين اللون؟ شامين الريحة؟ أعتقد كده الريحة وصلتكم، وصلتكم. تعالوا بينا يلا بقى بسم الله نشيل ونغرف. احنا نأجل اللحمة بعدين. القلقاس استوى وما تهراش، ودي أهم حاجة. بيفرق بقى، يعني ممكن حد يعمله ويبقى مهري والكلام ده كله، فيخلي اللي قاعد بياكل مش مبسوط، حاسس ان هو اللي قدامه ده شكله مش حلو حتى. فراعي دايما ان انت تطلعيه كده زي ما قلت لك، في ايه سنه صغيره من السوا محتاجها علشان نكملها مع التسخين، ويفضل معاكي كده كل مكعب من القلقاس محتفظ بشكله. زي ما قلت لك كمان راعي ان هي تبقى قلقاسيه واحده فقط لا غير في الحله، علشان ما تلاقيش حته مستويه وحته نيه. في مره احكي لكم بقى، زمان اول ما جوزت بقى وكده واول مره اعمل قلقاس، ونزلت جبت قلقاستين كده وحطيتهم على النار بقى بعد ما قشرت وعملت كل حاجه. افاجئ بقى ان واحده افتحها، يعني اجي اجرب الاقيها لسه ما استويتش فاسيبها. سبت القلقاس لغايه ما لقيت ان شويه اتهروا والتانيين يا دوبك استوى. فعشان كده بقى ايه قلت لماما، فماما قالت لي ايه خلي بالك بعد كده تجيبيها هي واحده بس، ودي كانت معلومه مهمه جدا مش هنساها طول عمري. اي خدمه يا جماعه. الله يخليك. زي الفل، احنا كده خلصنا. معلش معلش يعني فاضل دي بس. يا جماعة الرز وصل. اللي احط لكم الحاجة فين بقى علشان نظبط الدنيا. قولوا لي انتوا عايزين. تمام ها كده مثلا، كده مثلا. تسلموا. قولوا لي بقى الرز بقى يتحط هنا كده صح كده ولا؟ تمام. يلا احنا كده، لا معلش نطفي على الدنيا. طيب
اعتقد كده النهارده احنا يعني قلنا معلومات كتيره جدا. اي بنوته جديده في المطبخ هتلاقي ان في معلومات كتيره اتقالت النهارده هتنفعها جدا وهتفيدها جدا جدا. اولا اتعرفنا على القلقاس وشويه من فوائده، مش كل دي مش كلها فوائده، لا ليه فوائد كتيره جدا. عرفنا ازاي نختاره وننقيه وقلنا كل التفاصيل، وكمان بنقشره ازاي ونقطعه ازاي ونغسله ولا لا، ازاي كمان نفرزه عشان يقعد معانا طول السنه، والسلق بتاعه كمان اتعرفنا عليه ازاي ننظفه وازاي نفرزه، كل الكلام ده كله. وعملنا بيه وصفتين زي ما قلنا كده، الوصفتين دول دايما عليهم خلاف، في ناس بتحب بالصلصه وناس بتحب الخضره، والنهارده قررنا ان احنا نرضي كل الاطراف. اتمنى تكون الحلقه النهارده نالت اعجابكم، هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم على بيج العزومه. كنت معاكم فاطمه بوحاتي، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي. عايز تشوف الحلقة مرة تانية؟ اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.